اهلا اهلا اهلا، كي دايرين؟ اش اخباركم؟ لبست عليكم. عرفتوا ملي درت هذاك النيتواياج لوجهي؟ وجهي ولا كيبري دابا، راه ما دايرهش فيه حتى شي حاجه، لا بودره ولا كريم ولا حتى شي حاجه، كيبري هكاك خليقه خليقه على الله. اش اخباركم؟ لبست عليكم. كي دايرين؟ كي دايره الاحوال يا اختي؟ قولوا لي كي دايرين. وي سارة، انت كي دايره؟ اللهم لك الحمد، بخير. اللهم لك الحمد. الحمد لله الحمد لله بخير. بغيت نفكركم اول حاجه قبل ما ندوز الفيديو ديال السؤال جواب الاسئله اللي محيرين الشعب الاسئله اللي محيرين بزاف منكم، غنجاوب عليهم دابا، لكن الفيديو كان غنحاول ما نطولش فيه بزاف، غندير لكم فيه جوج ديال الاجزاء اسئله لانه كاين بزاف بزاف بزاف. لكن اول حاجه بالنسبه النساء اللي ماشي بغاو يربحوا، اللي خاصهم يربحوا، اللي ضروري يدخلوا لهذا الشيء اللي كنقول لكم عليه، هاد الشركه هذه ينضموا لها باش يربحوا، باش يعمروا جيبهم، باش يوليو معتمدين على راسهم. غنبقى معاكم حتى نشوف كل شيء داخل يربح الفلوس. هو دروب شيبينغ، هو تجاره الكترونيه، ما كتهزي ما كتحطي ما كتعبي، كتعبي اكيد ذهنيا، اي حاجه فيها الفلوس الواحد كيتعب عليها، لكن جسديا ما كتعبيش، ما كتهزي ما كتحطي، كتخدمي غير دماغك فقط لا غير، وتبيعي سلعتك، تشري سلعتك، تبيعي سلعتك، تعاودي تطلعي في الكراد مثلا، كتوصلي لواحد المرحله من المبيعات ديالك، كتقدري تربحي سفره لدبي، فيها لوتيل خالص، فيها الطياره، فيها الماكلة والشرب، كل شيء داخل، زائد فورماسيون كتاخدو في دبي، كيتجمعوا الناس ديال هاد الشركة ديال العالم كامل في دبي، ماشي غير من أوروبا ولا دول معينة، لا ديال العالم كامل اللي مضمين هاد الشركة هذه كيتجمعوا في دبي، أوكي تعرفوا على بعضياتكم، يعني شوفوا كيف ما كيقولوا الحركة فيها البركة، كتحركوا كتوليو تعرفوا على ناس، كتحسوا براسكم، راه الثقه في النفس، علاش ملي كتربحي فلوسك الخاصه ديالك كتولي الثقه في النفس ما نعاودش ليكم سولوني انا الثقه في النفس كتولي ما مسوقاش حتى شي واحد، زعما حتى حد ما كيولي يعطيك، فهمتي هادشي علاش. شنو تاني؟ شي حاجه كنت باغا نقولها لكم، هادشي خاص، هادشي كتخاصين باوروبا، مازال ما دخلوش للدول ديال افريقيا للاسف، لكن ان شاء الله راه كيخدموا على هادشي، ان شاء الله غيدخلوا ان شاء الله، وكل شيء كيسولني بزاف الناس في المغرب، واش حتى حنا نقدروا، واش حتى حنا نقدروا نديروها، وفي في تركيا حتى هي مع الاسف حاليا لا، خاص بها بالناس ديال اوروبا ان شاء الله. رقم ديال ابتسام، ها هو، وياكم وياكم وياكم، تقولوا لي يا ساره باقي ما دخلناش، وبلاتي شويه ما نبغيش نسمع شي وحده فيكم كتقول لك ما عنديش الفلوس، انت اللي كديريها لراسك دابا، كنقول لك انت اللي كتقلبي عليها، نجي لك طول وعرض نخرج فيك طول وعرض اللي قلتي ما عنديش فلوس انت اللي درتيها لراسك، نقول لك لان هذه فرصه ليك باش تولي تربحي فلوسك الخاصه. دخلي عند ابتسام، ها انت غتشوفي بعينك، وان شاء الله غنشارك معكم كيف ما قلت لكم شهادات ديال الناس كي يخدموا على راسهم، كي يربحوا على راسهم فلوس، تبارك الله راه فيه هادشي فلوس ديال بصح والله العظيم. وصافي وهادشي اللي كاين، قولوا بسم الله، توكلت على الله، وربي كيسهل كيسهل وكيفتح في وجهك، كوني اكيده. يلا ندوزو دابا الفيديو، ندوزو دابا للاسئله اللي محيره بزاف ديال الناس. ويلي عندك لا ستوري صحاب لي مشات، هي هادي، فينكم فينكم انا نلقي الخطاب دابا. اول سؤال، ما فاشن ستار، واش تحبيني ولا مازال حبك في قلبك ولا نو؟ مريم، هادي مريم مريم صاحبتي اللي هنايا، كنحبك يا حبيبتي، نحبك انت حبيبتي اختي. ملوكة، فسري لنا هي حياتك الشخصيه، ولكن يعني مده قصيره باش تزوجتوا وكنتوا رائعين مع بعض، ويعني حسينا موضوع طلاق مؤسف. هو فعلا مؤسف، كان كل شيء زوين فعلا، كنحبوا بعضياتنا وداك الشيء، لكن اللي كيكون امامك الشخص نرجسي، اللي ما عارف شنو هو النرجسي، هو الشخص المتسلط
اللي كيحاول يدعس الطرف الثاني، اللي كيحاول ما يخليش يطلع ولا يزيد درجة لقدام، هذا هو الشخص النرجسي اللي ديما ما عرفتش كيفاش غنفهمها لكم الصقعة، ديما كيحاول يدعسك الكاركتير ديالو، داك الكاركتير ديالو الصعيب، لانه كيكون عصبي بزاف، خاصو غير يجبد الصداع بزاف، كيكون كيتغدى من داك الصداع، من داك المشاكل. ما عرفتش يا اختي بنادم واش خاصو العصا، واش انسان ما عليه ما بيه حتى كيقلب لك على شي مشكل تافه باش ينوض منه الصداع. واعي بالله انا لا، انا راه محمد راه عدويا وعدو، انا واحد انسان اللي ناشطه وراشقه ليها ديما، اللهم لك الحمد، ايجابيه، ما نقلبش على المشاكل، نشوف شي مشكل ليه نقلب الدوره نقلب الدوره، ما عنديش مع المشاكل. فهذا هو المشكل، لي ما نقدرش. علاقتك عاديه مع متابعينك من الجزائر ولا كاين حساسيه؟ ربي يوفقك ويحميلك ولادك. الناس ديال الجزائر على راسي وعيني، بحالهم بحال بنات بلادي، ما كاينش الفرق، الجزائر هي المغرب، المغرب هو الجزائر. اللي كيقول غير هاد الكلمه هذاك خائن بالنسبه ليا، خائن المغرب وخائن الجزائر، الجزائر والمغرب خاوه خاوه، ما بيننا عداوه، خوت حنايا، راه دم واحد، لهجه واحده، ثقافه واحده، غير اللي بغى يقول العكس، اللي بغى يقول العكس ماشي منا، ما كنعتبروش منا، كنحماق ونموت على الجزائر كيف ما كنحماق ونموت على بلادي، ما كاينش الفرق بيناتهم، انا نقولها لكم على الراس والعين. واش تركيا في حال افلام القتيله والمافيا عندهم، واش هما رومانسيين ولا لا؟ هاد الجواب باغاه ضروري، محتاجك تجاوبيني ميمي. ان هاد شي حاجه ما عرفتهاش، تركيا في حال افلام قتيله، عندهم قتيله وعندهم المافيا، لكن ماشي فين ما مشيتي كتشوفي هادشي نادرا، هما داكشي ديال المسلسلات واقعي ديالهم، هذاك هو كيعكسوا الواقع ديالهم في المسلسلات، فهمتوا؟ ولكن نجيكم واحد الحاجه نقولها لكم، من هنا داك المسلسلات ديال نور مهند، داك اليخت وداك الفيلا كتطلع على البحر، ماشي ديما الحياه كتكون هكاك، هذوك الناس البرجواسيين هذوك بوحدهم، هذوك الطبقه بوحدهم، لكن ماشي هذيك حياه الاتراك، عندك ويغركم شي حد تصحب هذيك حياه الاتراك كاملين، لا طبقات كيف ما في اي بلاد، طبقات كيختلفوا. واش رومانسيين؟ الرومانسيه على حسب شهادتي الشخصيه، انا ما كنهضرش على لسان شي واحد اخر، رومانسيه انا شفتها وبزاف فيهم، لكن كاين الاتراك اللي ما فيهمش ابدا، على حسب ما يالو لي انا، حظي ولا انا ظهري جاني هكاك، ما عرفش رومانسيه فيهم بزاف، يركع لك عند رجليك، يبكي لك عند رجليك، يقلب لي يدين ويبوس، يقلب رجلين ويبوس، فهمتوا؟ هذه انا لاحظتها، ولكن ما يغركش هذا الشيء، كيكونوا المشاكل كاينين المشاكل، ولا كانوا المشاكل اختي غير بلاش من هذاك الشيء تقلب لي الدين وهذا الشيء غير بلاش، انا اختي ما باغاش هذا الشيء، باغا غير واحد يعامل معامله زوينه ونعيش في سلام، هذا الشيء اللي باغا، ديك الرومانسيه يزيدها فيه شويه شويه، كلمه زوينه، الواحد كتبغي تسمعي كلمه زوينه، هذه جات معاك، ريحتك زوينه، هذه جاتك مثلا، لكن ماشي عاوتاني كل واحد مصمك مصمك ماشي كل عاوتاني الواحد مصمك مصمك، راه المراه كتنسى انوثه تتابع المرء، انوثه تنسى انوثه تتابع المرات، فهمتوني اش بغيت نقول لكم؟ كنزرب باش ما نطولش الفيديو. واش تفارقتي مع زوجك الحالي؟ حاليا مفارقين لكن في طور الفراق كي دايره ساره كي درتي لها؟ مفارقين حاليا، فارقين الديور، عندنا قضيه في المحكمه، فتحت قضيتي في المحكمه في طور طلاق، هايا فين وصلت قضيه المحكمه؟ الله يعاودك خير ويحفظ لك وليداتك وماماك، ربي يخليك اختي صفاء ميراي. المحكمه راه حاليا باقي ما وصلنيش التبليغ، لا انا لا هو، هاد الشيء اللي كنتسناو، دابا كنتسناو التبليغات يوصلوا لكلا الطرفين، من بعد القاضي كيشد الدوسي كيشوفو كيقول لك هاد التاريخ هو هذا اللي نعطي ديال الجلسه، كيعطيك التاريخ ديال الجلسه، كتمشيو تلاقاو في الجلسه وانتي وزهرك انتي وزهرك، جلسه ولا جوج مثلا. واش طلقتي حيت شفتك حيتي تصاورك انتي وراجلك؟ وسمحي لي الا دخلت مع الخصوصيه ديالك ميمي، ما عرفتش شنو انهات لا اختي، ماشي خصوصيه، بالعكس على راسي وعينيا، نتوما ما بيني وش ما بيناتناش انا وياكم خصوصيات ولا حياتي الشخصيه، لا ما تدخلوش فيها، لا بالعكس مدخلاكم اختي في الشده والفاده كلشي بديتو انا وياكم، كلشي نكملو انا وياكم. كيف ما قلت قبل قليل،
في طور طلاق. واش تفرقتي مع يوسف؟ سلام اختي، بالنسبه للي بغى يجي يخدم في تركيا، نجيكم الصراحه، اللي بغى يجي يخدم في تركيا حاليا ما بقاوش كيحملوا العرب ولا الاجانب بصفه عامه. فرص الشغل ما بقاتش. انا شخصيا كيف ما كنشوف هنايا حاليا 12 عام وانا هنا، كانوا فرص الشغل بزاف، لكن حاليا ما بقاوش. الاجانب اللي عندهم سنوات هنايا ولاو مرمدين، مساكن مرمدين، ما بقاوش كيعطيو الاولويه للاجانب، ولو كيعطيو الاولويه للولاد بلادهم باش باغين يصفيو، باغين يحيدوا الاجانب، عنصريين، جنس عنصري غنقول لكم. علاش ما توليش تعيشي في بلادك قدام ميمتك واهلك احسن، وانتي اعلم اكيد. نورة رياض، دائما كنقولها وغنعاود نقولها وما غنملش من انني نبقى نقولها، ولاد بلادي هي ولاد بلادي، اويلي بلاد ولادي، بلاد ولادي هي بلادي، بلادي المغرب، راه في الدم كتجري، كيجري لي في الدم الحب ديال بلادي، لكن بلاد ولادي كنعتبرها بلادي لان ولادي بغيتهم خاصهم يكبروا بين احضان بلادهم وبين احضان باهم، ما عنديش الحق تماما انني نفرق ولادي على بلادهم، وغير ذلك انني نفرق ولادي على باهم. هذاك الذنب ما نقدرش عليه حياتي كامله، من غير بيني وبين الله ولادي ما نقدرش نشوف لهم في عينيهم اللي يسولني على باهم، علاش جبتينا هنا، علاش بابا توحشنا اختي. لا لا ابدا، انا الحمد لله كذبت الله يستر، الحمد لله كبرت مع بابا، كبرت مع ماما، الحمد لله ما في عائله في وحده، في دار وحده الحمد لله، ما كانش مشاكل، حسيت بداك الحنان، فهمتوا؟ واخا دابا حنا مفارقين، انا كنعطيهم الحنان، باهم كيعطيهم الحنان، ما بغيتش نفرقهم على باهم، ما عنديش الحق ابدا، واخا عاطيني الله يجازيه بخير، ديما كنقولها في ظهره وصدق ولد الناس، عاطيني الرخصه انني الاذن انني نخرجهم من البلاد وقت ما بغيت، انني نديهم لاي بلاد وقت ما بغيت، عاطيني السينياتور الاذن كان عاطيه ليا باش نمشي بهم للمغرب، فهمتوا؟ وهذيك الورقه فيها انني نخرجهم عبر الحدود، نمشي بهم نمشي بهم الجزر الوقواق، وعندي الحق نديهم، لكن ما نقدرش نخرجهم نديهم يعيشوا في شي بلاصه اخرى. لا، واش في تركيا دوله كتخلص الاطفال الوالدين ديالهم ما كيتخلصوش مزيان بحال اوروبا؟ لا لا اختي، تركيا مقحطين ما كيخلصوش على الولاد، وخا الولد يتزاد هنا ما كيخلصوش عليه، الدوله ما كتخلصش على الاطفال، يعني فهمتي الدوله براسها خصها مساعده، هذا باش تساعد لك الشعب. لا اختي ما كاينش هذا الشيء، ماشي بحال اوروبا يخلصوك على الولاد وداك الشيء ولا يعاونوك عليهم. علاش ماماك ما جاتش تعيش معاك للابد، وهل تفكري يوم ترجعي تعيشي معها؟ ماما ما كتقدرش تولف هنا المغرب التركي، انا راه ما عرفتش مالي. اليوم عيد ميلاد بنتي، اليوم لو 16 جوان، اليوم عيد ميلاد بنتي، يلا دابا مشيت صيفطتهم عند باهم من الصباح حتى لدابا، وانا مخرجاهم وانا ندور بهم وانا نسرى بهم ودايره لهم خاطرهم والحلوه على برا وديتهم عند الخيل، رانا سخفت وعيد، هذا رجعوا لي هنا، ولكن الحمد لله صيفطتهم دابا عند باه ما عاد جلس. مناش كتصرفي على ولادك؟ كنصرف على ولادي، سؤال زوين، كنصرف على ولادي اختي من اليوتيوب، كنصرف عليهم من الاعلانات اللي كيجيوني، كنصرف عليهم من القضايا اللي كندير لهم الترجمه القضائيه مع المحاميه صاحبتي، كنصرف من اعلانات قلتها، هادو هما المداخل مدخولات ديالي، هادشي اللي كاين. تبارك الله عليك اختي ساره، كنحمق عليك، الله يعينك على وليداتك، سلام على ماماك، سلام على ماماك بزاف تهلا، سلم على ماماك بزاف تهلا في راسك، انا ما عنديش سؤال، بغيت نسلم عليك ازهيري، شكرا ليك، شكرا. واش ما غترجعيش تبيعي الحوايج المهم بيزو ليك؟ مريم امال، مريم 26، ما كنفكرش نرجع نبيع الحوايج، لانه التجاره ديال التكستيل صعيبه بزاف، ومن غير الصعوبه ديالها انا واحد الانسان اللي روحي حره،
هنا 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 نزيدكم منين كتصرفي على ولادك، وكندير الطب السياحي حتى هو نسيت ملي قلت هنا هنا انا هنا، حيت كنتنقل في المستشفيات مع الناس انا هنا. عاد فكرت انا هنا انا هنا، فهمتوا؟ ما كنبغيش نتقيد ولا شي خدمة دير لي التقييد، تقيدني ولا تشدني في بلاصة واحدة ولا في اوفيس. جربت عامين زوينة فيها الخدمة فيها الفلوس، لكن نهار كامل تيقاسه في الاوفيس ناري، نهار كامل وانا ندور في عينيا كي غندير، خاصني نخرج، انا ماشي هي هادي بلاصتي، فهمتوا؟ انا ما كنقدرش نجلس بلاصه واحده، انا كل مره كل نهار في بلاصه نطول. هادشي اللي كاين. فاش كيقراو ولادك الله يحفظهم ليك، كيقراو ولدي غيطلع دابا للثاني وبنتي غتطلع دابا للرابع. كبرتهم الحمد لله. صوني لي واحد صاحبي ناري، هادي اللي جاوبتها ساعه ما كتقطعش، ساعه كيطيح عليها الفم. واو تركيا صاحبتي، لاتي حبيبتي تنسالي، الله يخليك سمحي لي تنسالي دابا. بغيت صبر صبر. شحال في عمرك؟ عمري يا حبيبتي عمري 33، كملت دخلت في 34، لكن اختي مبينش عليا عندي 18. روحي شابة، هادشي علاش ما كتبانش عليا. وعلاش كل حاجة وليتي تشوفيها تلصقي فيها بحال مولاش عندك، بحال مولاش عندك رأي شخصي، تحسب عندك روتور داج؟ شنو هي الحاجة اللي نشوفها لصق فيها؟ ما فهمش، اعطوني مثال، اعطيني مثال، شنو هي الحاجة اللي شفتها ولصقت فيها؟ هاد السؤال ما وضحتيش، كون وضحتي لي اكثر كنا غنقدر انا نجاوبك اكثر واكثر بالديتاي. بما انه حبستي شغل تجاره ما راكيش تخمي تحولي من الدار، لجيت نتحول من الدار دابا، ما هي وما لونها؟ ما نعاودش ليكم الكرا ولا ما عرفت طالع بزاف، نخرج من هنا ما نلقاش دار، يعني جوج بيوت وصالون ما نلقاهاش بهذا الثمن اللي انا جالسه فيه دابا في سبعه البيوت، فهمتي؟ هذه فيها سبعه ما نلقاش ابدا، راه الناس مساكن راه كيبكيو الدم. داكشي علاش باغي يخرجني وما ما قادرش ما عندوش كيفاش يخرجني، ما قانونا ما يقدرش يخرج، ما كيقدرش ما قادرش. اختي انا خاصني شي ساعه في اليوتيوب، واش كتعرفي شي واحد كيخدمهم هنا في تركيا؟ وكان حيك بزاف ساعه في اليوتيوب شي حد كيخدمهم؟ والله يا اختي اول مره كنسمعها، وما تساليني حلوف على اليوتيوب توا فيه تخلويض. ساعه شي واحد كيخدمهم هنا في تركيا وكان حي. جميله اختي اول مره كنسمع هادشي منك، ما عارفاش انه عارفه الانستغرام فيه اللي حيلات، تعطي الفلوس كتكبري مثلا الصفحه ديالك بهذا لي كونت فيك ولا هذا باش كيكبر الحساب، لكن في اليوتيوب عارفه انه ممنوع منعا كليا، اليوتيوب عفريت يسد لك القناه، لكن هادشي اللي قلتي اختي والله ما عارفه. واش سبب فراقك مع يوسف الاولاد؟ لا علاقه له مع الاولاد. ما عنده حتى شي علاقه مع حكليني فيه، ما عنده حتى شي علاقه مع الاولاد هادشي. سارة الزوينة، واش من بعد علاقاتك الفاشلة كتفكري تزوجي مرة؟ ما كنفكرش اختي في الزواج مرة اخرى، ما نكذبش عليك هذه فكرتي الشخصية حاليا، ما كنفكرش في اش غندير بالزواج دابا، اش غندير؟ طفرتو طفرتو باش نعاودها مرة ثانية. لا لا، انا في ساعة نتهرس من اي موقف ونبقى نفكر في ذاك الموقف حتى نطيب 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 بالقهره. شي نصيحه اختي منك ما فاتش عليك قليل، حتى انت ما فاتش عليا القليل، ونجي نعاود لك من من تال زد. والله العظيم لا تبكي، انا كنضحك وداكشي، انا انسانه ايجابيه كنفكر دائما في الجانب الايجابي، هذه ما صدقاتش اذا عندي فيها خير، ما كنفكرش علاش ما صدقاتش، علاش سيد ربي وعلاش كيوقع لي هكا وعلاش، ابدا ابدا. تفائلوا خيرا تجدوه، تفائلي ديما الخير، وخا ما جاش اليوم وخا ما جاش غدا وخا ما جاش بعدو عام عامين 3 سنين ما جاش، غيجي غيجي، خلي امالك في الله قوي، خلي امالك في الله قوي. انا نقولها لك ما تستاهلش شي حاجه انك تكعي ولا تزعلي نفسك عليها، خصوصا شخص
ما خلقش هذا اللي يقلقنا ولا نتدمر على قبله ولا نكرهوا الحياة على قبله. خلي اختي هو يكره الحياة هو خليك يكره الحياة ماشي حنا. رحنا بلا بيهم كان سواو، هما بلا بينا ما كيسواوش. الرجل بدون مرأة ناقص، المرأة بدون رجل ما ناقص ما حتى شي حاجة، عادية هي 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 هي. هنقول لكم واش هادوك الولاد، واش هادوك ولادك ولا ولاد راجلك؟ وسمحي لي على السؤال سكاي، ولادي اختي ولادي مع راجلي اللي قبل من هذا، ولادي اللي كيمشي مع هذا اللي دابا العيني خضر زرق العينين، راه ولادي اختي ولادي. صار علاش مغربيات تركيا ما يتلاقاوش المناسبات بحال مغربيات الامارات ومصر؟ علاش هاد النفور اختي؟ ماشي نفور، انا شخصيا واحد الانسانة عايشة في العالم الخاص ديالي مع احترامي للجميع، كل شيء على راسي وعينيا، كل شيء عايشة في واحد الدائرة خاصة ديالي ولا في العالم الخاص ديالي، حيت ما كان بغيش المشاكل، ما كان بغيش المشاكل، انا كان هرب من المشاكل. انا شنو هو العالم ديالي؟ ولادي، خدمتي ولادي، ركوبي للخيل عودي، هذه حياتي، هذه حياتي. ما كاينش شي حاجه. مريم صاحبتي اللي في البرغاز هذه بعيده عليا ولكن كنهضروا في التليفون، هذه حياتي. سمحوا لي على هذه الهضره، لكن مع احترامي بنات بلادي على راسي وعينيا، اي وحده تطيح في شي موقف نمشي نجري نوقف معاها، وربي شاهد عينين ما نعاودش ليكم. لا ما نبغيش نشكر راسي، شي وحده فيهم تطيح في شي موقف وتقول لي ساره محتاجه مساعدتك نطير قسما بالله. بنت بلادي انا راه البرانيات ما كنعرفهم ما كيعرفون، ورجال تا هما مغاربه براني ودراري ما كنعرفهم ما يعرفون، والحمد لله ربي عالم وراه تا هما عارفين. كنوقف معاها ما عساك شي وحده اللي زعما معاك في الدومين وهذا وتحتاجك، لا غير انا كانت في هذا المشاكل ديك قوة خطيبتي. خطيبتي راكم عارفين هو عارفين هو غادي تعطوني الحق. خطيبتي 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 بزاف كتجيب المشاكل، وانا كنهرب من المشاكل، ما عنديش مع المشاكل. حالتك ما راهيش باينه انك متهنيه، والله العظيم ما تسالوني حلوفي لا حاليا، اللهم لك الحمد فرحانه خالقه السعاده لنفسي بوحدي، اللهم لك الحمد. كنهز موطوري كنمشي نتسال كنمشي نديه مع راسي اللي ما كانش عندي الخدمه. دابا اليوم شنو الجمعه ياكم ياكم، دابا كنصور لكم هذا الفيديو غندير ليه المونتاج غنحطه ان شاء الله، بغيت تحط ليا لا الانترنت ساعفتني، وغنمشي نشرب قهوه على برا انا وراسي، نعرض على راسي نجلس نتعرف عليه شويه شويه مزيان، نذاكر انا وراسي نتعرفوا على بعضياتنا اكثر واكثر، علاش لا؟ هادشي اللي كاين، واحد ساعتين ولا ثلاثه ورجع لدار اختي، هادشي اللي كاين. صافي البنات، الفيديو الثاني نديرو لكم غدا ولا بعدو، الجزء الثاني اللي بالخلا غير طايح، الجزء الثاني نديرو لكم هذا، لانه ما بغيتش نطول عليكم في الفيديو. كنشكركم بزاف 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 على ما عرفتش علاش كنبان دابا كحلوشه، راه الاضاءه رانا ما كحلاش رانا الزين والبياض شوف الثقه في النفس اللي عندي زعما. الاضاءه هنا بصراحه راه سمار ليا شويه وجهي، مع ركوب الخيل مع العودان، لكن شوفوا والله حتى كيبري الصقعه. درت لي البارح نيتواياج، والله ما دايره فيه حاجه، حدي داير واحد الكخيه هنايا شويه، راه داع عليا والله الا اختي هاد النيتواياج. حتى وليت كنتهلا في راسي، عدت تعرفت على راسي من جديد، وليت اختي الصباغه الله يخليكم، وليت ندير لي زاكسيسوار الله يخليكم، ماشي ذهب عاد تسحبهم ذهب راه ما ذهبش، ولكن داكشي زوين، الحاجه كتجي معاك كتعجبك. انا هكا حاجه تعجبني صافي ما عنديش مشكل، انا ما عنديش داكشي مع ماركه ولا خصها تكون ذهب ولا خصها تكون، لا ما عنديش مع داكشي وصافي. وهادشي اللي كاين، كنبوسكم بوسه كبيره، وما تنساوش ما تنساوش داكشي اللي قلت لكم على ابتسام، والله دخلوا وشوفوا مرحبا بكم داركم ما تحشموش، يلا تصلوا لي في راسكم بزاف سلامه.